قول بسم الله ما شاء الله تبارك الله على الزين. يا هلا والله، ان شاء الله متوجهين للرياض، باقي 40 كيلو رايحين نوجب اخونا وصديقنا جمال الروقي، الله يوفقه الله يبني بيته. باقي 40 كيلو المسافه قصيره، ناخذ لنا شويه حلويات ونمشي. ودي اصور لكم انا اسوق لكن الحالي ممنوع، شو اسوي؟ لا وصلت. تدرون تاريخ اليوم هذا ما يتكرر الا بعد 11 سنه، اللي هو تاريخ 1444 شهر 4 يوم 4، وانا اكلمكم والساعة 4. صراحة توقيت مضبوط. خلونا نمشي للرياض ان شاء الله، والله يوصلنا ان شاء الله بالسلامة. اوكي يا جماعه يعطيكم العافيه، على راسي من فوق جبتونا لهالمكان الزين. الحين ابغاك تعلمني صدق 500 على كل 10 كيلو انزلها؟ على كل 10 كيلو يعني لو وزنك 90 صرت 80 تاخذ 500، بس صرت 70 تاخذ 500. بس شكرا شكرا، هذا تميز بحد ذاته. حبايب قلبي بوريكم اشياء شيء ما شفتوه، تعالوا. انا قبل كم شهر كان وزني 73 وصار الحين 83 وجالس احاتي. انا بعيدا عن هذا كله، انا يعني المتان واللي عندهم سوء تغذيه، تعالوا ابغاكم شوي خلونا نصير كذا كيوت، تعالوا اقربوا بعلمكم على اشياء تبي تفيدكم. تعالوا دخلت كانت في دله قهوه وصبيت لي فنجال بعد ما شربتها للاخير، وكنت احسبها كابتشينو، طلعت والله مو كابتشينو، طلعت منتج جبار الصراحه من شركه ماليزيه. الشركه هذه زي القهوه، كانك تشرب زي اي قهوه عاديه حرفيا، لكن مختصه في تنزيل الوزن. هذه فيها 500 جرام من حمض الكلوروجينيك اسيد، ترفع معدل حرق الجسم، اكثر شيء بيفيدك في نزول الوزن، لانه هي ما حتحرق لك الدهون، هي تخلي جسمك هو يحرق الدهون. لما تسوي فحص الانبدي حيطلع لك كم معدل الحرق. الفحص مجانا؟ اي نعم، اول مره مجانا. حلو، حيطلع لك كم معدل حرقك، اشربها وتعال بعد اسبوع وشوف كم كان معدل حرقك كم صار. ما شاء الله تبارك الله. طيب حدثني، عندي شاي فيدا. هذا شاي فيدا عباره عن شاي اخضر وعشبه البورها وهندي بابريه، هذا بيساعدك في الدهون الحشويه اللي تكون اسفل البطن اسفل اليد. الناس كثير الناس يعانون من الدهون اللي تكون تحت البطن. صناعتها من وين؟ اسبانيا. ما شاء الله، هذه الجوده، هذه ماليزيه وهذه اسبانيه.